مرة قالوا لنا هناك مرض مخيف واسمه كورونا، قلنا يا ربي يا لطيف سيصيب كل البشر والعالم في خطر، وأن علينا الوقاية ويكون كل شيء نظيف. مرة قالوا لنا هناك مرض مخيف واسمه كورونا، قلنا يا ربي يا لطيف سيصيب كل البشر والعالم في خطر، وأن علينا الوقاية ويكون كل شيء نظيف. كورونا لا لا تقربنا، لا كورونا لا لا تقربنا، لا فنحن لا نريدك أبدا بيننا، فنحن لا نريدك أبدا بيننا. وصار الخوف وسواس منتشر بين الناس، صابون جل وديتول وكفوف وكمامات. لا تخرجوا من بيتكم، لا تقابلوا جاركم، لا سلام لا كلام، غلق الباب بالترباس. وصار الخوف وسواس منتشر بين الناس، صابون جل وديتول وكفوف وكمامات. لا تخرجوا من بيتكم، لا تقابلوا جاركم، لا سلام لا كلام، غلق الباب بالترباس. كورونا لا لا تقربنا، لا كورونا لا لا تقربنا، لا فنحن لا نستغني عن أرواحنا، فنحن لا نستغني عن أرواحنا. والسلام للجميع إن شاء الله.